وزي ما قلت لكم اوعوا حد فيكم يقول لها يا ماما، فاهمين؟ ما هو بابا هو اللي كان بيقول لها يا ماما. قولوا له لا، قولوا له ان انتوا ما عندكوش غير ماما واحده بس، انما الست اللي انتوا رايحين عندها دي اسمها طنط. عارفه يا ماما انا بحب ابله مروه قوي. هي اختي ازاي؟ يعني ايه اختك ازاي؟ اختك وخلاص. يا عبيط، ازاي اختي بس مش اختك في الحقيقه، مش كده يا ماما؟ معرفش، ابقوا اسالوا بابا، مش هو اللي قال لكم كده؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، لو جعتي هناك قولي لهم انك جعانه، ما تتكسفيش، ده بيت باباكي. وانت يبقى خلي بالك من اختك، اوعى حد يضايقها. يلا، لا اله الا الله. مع السلامه يا حبيبتي، ما تشاوش عشان ما يقولوش عليكم مش مؤدبين. مفيش، كل سنه وانت طيبه يا جدة. كل سنه وانت طيبه يا لالا. وانت طيبه حتى رب رد رد عليا. اصل ده احمد مستنيني عشان خاطر نذبح الخروف مع بعض. تذبحي الخروف؟ هو انت بتعرفي تمسكي عصفوره لما هتذبحي الخروف؟ يا ده انا مبسوطه، مبسوطه بجد. احمد عايزني اقضي العيد معاه. ربنا يحقق لك كل امانيك. ربنا يخليك يا جدع، انا لازم اطير. يلا حبيبتي، مع السلامه. باي باي. اوعي تتاخري، لحسن مامتك وباباك يعملوها لنا حكايه. يا ده بقى ما يعملوها حكاية، ده أحمد. يا الله، باي باي، ربنا يسعدك. أنا ألف ذوقك. بالله أنا أشرف يا حبيبي. شكرا. جعان؟ وزعتوا لحم على الناس زي كل سنة؟ بدري ساعة البيت. شكرا، اتفضل أنت. إن شاء الله السنة الجاية هتبقى في ست بيت هنا عشان تعرف كل كبيرة وصغيرة. قصدك هيام؟ لا، هيام دي هتبقى ست بيتك أنت. أنا بتكلم على ست البيت ده. برضه مصر بابا ان انت تتجوزها بعد كل اللي قلته لك؟ ما انت ما قلتش اي شيء يسيء لاخلاقها. كبها وخبزها ده كله مش كفايه؟ الموضوع ده احنا قفلناه خلاص وانتهينا منه، ولا هو ما انتهاش بالنسبه لك؟ لا ده انتهى خالص ومن زمان كمان. يبقى خلاص الموضوع انتهى وما تفتحوش تاني خالص. سيبني اختار حياتي بالطريقه اللي انا عايزها. براحتك يا بابا، براحتك. رايح فين؟ خيرك. واكلك مش هتكمله؟ شبعت خلاص. يلا يا ولاد اتفضلوا. ايه يا ماما على الفته الجميله دي؟ كويس يا استاذ. كويس. ما ده احشي بيقول لك حلوه. كفايه طنط. كفايه ايه بس؟ ما انا لو شافاكي بتاكلي كنت سكت، لكن انت ما بتاكليش. صحيح يا انكل، انا اول مره اعرف ان في عند حضرتك بيبز من بره. من بره؟ على اساس انه جايبهم معاه في شنطه السفر وهو جاي. مش شايف يا ابني هنمضي ايه ازاي؟ يا بنتي دول صنع في الصين، انت شغله قالك ولا ايه؟ ما هو كله بقى صيني. في حاجات ما ينفعش فيها التهريج بالطريقه دي. سوري يا ماما انا ما قصدتش، وبعدين يعني انا بهزر مع اخواتي الصغيرين، وبعدين حضرتك ما سمعتيش هي مهتاب قالت ايه؟ سوري يا طنط، يعني انا بجد ما قصدتش، هو انا قلت حاجه غلط؟ لا يا روح قلبي مفيش اي حاجه. إيه انت ما بتاكليش ليه؟ على فكره الفته حلوه قوي، انت اكلتك خفيفه قوي على فكره، ليه كده؟ وانا هتجوزها برضه علشان خاطر كده، هيتوفر لي في الميزانيه شويه. يا سلام، يعني هو ده السبب الوحيد اللي هتتجوزني عشانه؟ يا ماهي يا حبيبتي بيهزر معاكي، لازم تتعودي على طريقته بقى. طنط طنط. ايه طنط دي؟ احنا مش اتفقنا تقول لها يا ماما ميرفت؟ بس ماما قالت لنا ما نقولهاش يا ماما. احمد بعد ما تاكل ما تبقاش تنسى توزع بقيه الاكياس. حاضر يا حبيبتي. والاكياس اللي موجوده دي دول بتوع اخواتك، ابقى خدهم معاك وانت بتوصلهم. هو انت عملت حسابهم يا مرفت؟ ايوه. من مالك؟ ما هو المفروض ان هم ياكلوا من لحمه الخروف طول ايام العيد. كتر الف خير. ما هي يا حبيبتي انت فزت اخواتك، خدي راحتك. انا داخله ارتاح شويه. اتفضلي يا عم. يلا يا اولاد كملوا اكلكم. قولي يا لولو، اتفضلي يا مهتاب. انا عايزه اروح. عايز تروح ليه يا حبيبي؟ ما انت قاعد في بيتك اهو. بس ماما قاعده لوحدها. خلصي، انت مش عايزه تروحي لماما؟ ما تقلقش يا حبيبي ما تقلقش، ماما كويسه.
وبعدين على فكره ماما مش قاعده لوحدها وانت عارف. يلا اتفضلي يا اولاد كلهم. طب انا هقوم بس اخد برشامتين للصداع عشان الضغط. كل سنه وانتم طيبين. اتفضل. طيب قول لي يا حبيبي. كل يا حبيبي. اتفضل. الله تسلم ايديك يا عمتي، دايما عامل كده وكل سنه وانت طيب. انت طيبه وبخير وبسلامه يا حبيبتي. الواحد فرحان قوي باحساسه كده بالعيد وسط اللمه والاهل والحبايب. ربنا يجعل لمتنا كده على طول يا حبيبي. يا رب. كان نفسي تفضلي وسطينا. والله غصب عني اكرم. وهتقدري على بعد ولادك؟ ربنا يحلها من عنده. انا حاسه انك مخبيه حاجه كده، ناوية على حاجة مش عارفة هي ايه بخصوص ولادك يعني، ومش عايزة تقوليه. انت ايه اللي خلاك تقولي كده؟ لا انا برضو يعني شايف كده انك انت هادية ومطمنة من ناحية الولاد. قلبك مش واكلك زي الاول على ان ابوهم هياخدهم منك. لا طبعا انا زي اي ام، بس انا بقى بتعايش مع الامر الواقع مهما كان. والله يا بنتي هو ده الكلام الصح. يعني هو ده فعلا السبب الحقيقي؟ امال هيكون ايه؟ مش عارف، بس ممكن يعني تكوني حاسه او بتفكري انك ممكن ترجعي لابوهم تاني. ما بقاش ينفع خلاص، كل الحكايه ان انا عايزه ارتاح. ربنا يريح قلبك يا بنتي ويعوض عليكي بحق جاه النبي محمد. طب يا فايزه، طب ما نشوف لك شغل هنا وتبقي جنب ولادك. يا عيني انت بتضحكني بجد. اذا كان الشباب اللي متخرجين اللي زي الورد مش لاقيين شغل، يبقى انا هلاقي. والله يا بنتي عندك حق، ده كل يوم البلد عماله بتبوظ اكتر والشباب مش لاقي النوم ياكلها. ربنا يساعد الناس كلها. انت عبيطه يا بنت انت. طبعا ماما متضايقه من الموضوع ده خالص. حرام، شكلها فعلا متضايق. عارف يا احمد، البنت كده لما بتبقى بتحب الولد قوي وبجد بتبقى هتتجنن لو بص ل someone else. I really feel sorry for her. بنت وولد، بابا وماما بقوا بنت وولد. عارفه يا ماهي، انت بتحسسيني انك عايشه في دنيا تانية خالص غير اللي احنا عايشين فيها يا حبيبتي. او ماي جاد، حبيبتي بجد طالعه منك تحفه يا احمد. يعني بجد حلو قوي الكلام الحلو ده منك، بس اوعى اوعى تعمل زي ما اونكل عمل مع طنط وتتجوز عليا. ده انا ممكن اموت. ولا هتموتي ولا حاجه. طب تحبي تجربي؟ ثواني كده، مفيش موزه يا جماعه تتجوز هنا ولا ايه؟ ايه ايه نو واي طبعا اللي انت بتقوله ده. تتجوز عليا؟ حرام عليك، اوعى تعمل فيا كده بليز. حاضر. عارفه احلى حاجه فيك ايه يا ماي؟ ايه؟ عبطك وطيبتك دي. انا عرفت كتير وقليل، ما لقيتش حد في طيبه قلبك. احمد هو انا وحشه؟ يعني شكلي مش عاجبك؟ ازاي بتقولي كده؟ ده انت زي القمر. اصل انت دايما يعني بتقعد تقول انك بتحبني عشان انا طيبه وقلبي ابيض، بس عمرك ما اتكلمت ان انا شكلي حلو او جميله او دمي خفيف. انا بحب فيك كل حاجه، بحب جمالك اللي مش هيدوم، وساعتها برضه هشوفك جميله. بحب رقتك، بحب حنانك، بحب شكلك اللي زي القمر ده كله. انا بموت فيك يا بنت. يا ربي بجد انت بتهرج. You're unbelievable. يعني انا حاسه اني بحلم يا احمد. Never wake me up. اوعى تصحيني بليز، انا بحبك قوي. وانا كمان بموت فيك. عارف الواد احمد ابني ده مربط دماغ مهتاب على اساس ايه؟ يعني لسه ما اتخرجش
حتى لو اتخرج يعني هيشتغل ايه؟ انت شايف الشباب اهو، مفيش فرصة عمل، الشباب كله ضايع. يعني لازم يكون عنده خطة، يكون عارف هيعمل ايه. مرفت، مرفت انا بكلمك. يا مرفت انا عارف انت جاي على نفسك قد ايه، عارف. بس انا كمان يا مرفت يعني انا اعمل ايه؟ ايه الحل؟ انا عندي الحل. طب ايه هو؟ ما تلحقيني بيه. نخليهم في الشقة اللي هم فيها دلوقتي، في وسط أهلهم، يرعوهم ويخلي بالهم منهم، ونجيب لهم مربية تقعد معاهم وتكون مضمونة، واخواتهم يروحوا ويجوا عليهم، وانت كمان تروح وتيجي عليهم، ومتهيألي كده تبقى اتحلت. الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده يا مرفت، معلش يعني نسيب عائلين في سنهم يعيشوا لوحدهم من غير أب وأم؟ أنا ما قلتش يعيشوا لوحدهم، أنا قلت في وسط أهليهم ومع أهليهم، وكمان في مربية تبقى مضمونة. ده الكلام ده أنا آسف مش موافق عليه. دول ولادي. أنت فاكرهم إيه؟ ولاد الجيران؟ بص يا وفيق، يا ريت تفكر في الموضوع ده بمنتهى المحايدة. أعتبرها يا سيدي مش قضيتك، قضية أي حد تاني. بس وأنت بتفكر في الاقتراح اللي أنا قلته لك ده، يا ريت تقدر موقفي ومشاعري. ميرفت، انت كده ما انتش حقانيه وما انتش عادله، وده مش طبعك. انا عارفه، بس والله والله يا لبنى طول ما هم قاعدين عندي حاسه كاني شايفاها قاعده في بيتي. ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده يا حبيبتي؟ ما تخليش الغيره تملى قلبك. دي مش غيره، والله العظيم ما غيره، بس مش عارفه مالي عماله اغصب على نفسي، مش قادره مش قادره يا لبنى. ميرفت، وفيق ده كل حياتك، يبقى لازم تستحملي ولاده اللي مش حاططهم علشان خاطرك دول، والا هتخسريه. اخسر وفيق ازاي يعني؟ لانه اب ومش هيتحمل ابدا اللي انت بتطلبيه، وكده بقى مش هيبقى قدامه غير حل واحد، انه يتمسك بيها عشان خاطر ولاده. يتمسك بيها يعني ايه؟ ما يطلقهاش طبعا، وهيبقى معذور ومحدش هيقدر يلومه. هو الكلام ده حصل امتى؟ اول يوم العيد. وما ردش لغايه دلوقتي؟ مستنيه الرد. طب ما تبداي انت وتساليه وتشوفي وصل لايه. مهما قلت انه مش فارق معاكي، طلاقك من وفيق باين عليكي، انت بتحبيه قوي يا فايزه. حتى لو بحبه مش هو ده المهم، المهم دلوقتي ولادي. بس فهميني حاجة، انت ليه مصرة على الطلاق دلوقتي؟ مش هتفرق، مش هتفرق دلوقتي من بعدين. لا يا حبيبتي هتفرق، ادي لنفسك فرصة ودي له هو كمان. مش جايز ربنا يصلح الحال والمية ترجع لمجاريها. خلاص خلاص يا إكرام، احنا من ساعة ما رجعنا هنا وفيق مقرر انه يكون هناك وبس. بس ما تنكريش ان هو ساعات كان بيجيلك وكان بيبقى كويس معاكي. يعني يمكن ضميره كان بيأنبه شوية. يلا كل واحد بياخد نصيبه. الولاد فين؟ When marimba rhythm starts to play, dance with me.
هات هات خلوا البرد يا اخي. استأذن البيت اهل البيت الاول. فوت يا خالي شو بك يا عم؟ تعالى يا عم. سوسو انت ايه اللي بصحتك لحد دلوقتي يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامه. ما بدري اصل انا ونور وعبد الله كنا في الكافيه، القعده خدتنا بقى شويه وسهرنا بقى. معلش الكلام ده كان زمان لما كنت لوحدك ومفيش حد معاك وتقضي وقتك زي ما انت عايز. يا اختي في الاول السلام عليكم، وثانيا لك كل الحق، نحن في غايه الاسف. امجد مراك باشر في الجامعه. السلام عليكم. لك شو سلام عليكم؟ يا سلام عليكم، طول بالك يا زلمه، لك حتى ما شربنا شيء، وبعدين الخانه مبين عليها كلاس ومزوقه. نور ما وقته هالكلام الان، ما وقته. امجد روح شوف زوجتك واحنا هنمشي. لا يا جماعه ما ينفعش، ثانيه واحده بس، احنا هنقعد شويه وبعدين شوفوا انتوا هتعملوا ايه. يا امجد لا يا جماعه ما يصحش، ازاي يعني؟ ثانيه واحده بس، هنقعد كلنا دلوقتي. امجد تعالى وراي. روح روح شوف زوجتك ولا تزعلها. يلا سلام عليكم. حتى ما شربنا شيء. يلا ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملتيه تحت ده؟ تسالني على اللي انا عملته مش شايف اللي انت عملته؟ عملت ايه؟ اتاخرت شويه واديني جيت، في ايه؟ هروح فين يعني؟ ايه اللي اخرك اصلا؟ مالكش بيت ترجع له بعد ما تخلص محاضرات وجامعه؟ لازم تلف في الشوارع يعني؟ خلاص مش طايق البيت زهقت منه؟ شوارع؟ مبدئيا انا ما كنتش بلف في الشوارع، انا كنت قاعد في الكافيه مع اصحابي. دي تبقى غلطتي انا. انا اللي مدلعاك وبديك فلوس بزياده عشان تدور على مكان تقعد فيه انت واصحابك وتضيفهم. اوكي من هنا ورايح هيبقى في نظام تاني. ايه ده الطريقه اللي انت بتكلمني بيها دي؟ ايه مالها طريقتي؟ مش عاجبك طريقتي دلوقتي؟ يا ترى شفت لك طريقه تانية مريحاك عشان كده مش عاجبك دلوقتي؟ يا سلام، لا ده النهارده مش طبيعيه خالص يا سوين. ايه مش طبيعيه دي؟ شايفني بقطع في هدومي وعايز تقنعني ان انا اتجننت وخرفت؟ في ايه؟ مالك النهارده يا سوير؟ اسمع يا امجد، اصحابك دول مالكش دعوه بيهم، دول عيال طايشين ولوكل هيجروك لتصرفات طايشه. انت متجوز وملتزم ببيت وست وما تقدرش تستغنى عني يا امجد، فاهم؟ ما تقدرش تستغنى عني. لو غدرت بيا هتنزل من امريكا تاني يوم مترحل. حط ده في دماغك كويس وسيبك من التصرفات الطايشة اللي كنت بتعملها زمان. فكر كويس قوي في كلامي ده يا أمجد. وافقت على كل اللي قلتيه. وافقت على اقتراحي؟ ايوه طبعا، اي حاجه تريحك يا حبيبتي انا موافق عليها. بس كان ليه عندك طلب صغير قد كده. ايه هو؟ الولاد يعني بعد ما مامتهم تسافر يجوا يقعدوا عندنا كده اسبوعين ثلاثه شهر بالكتير لحد ما يتعودوا على بعدها. بعد كده يا ستي بقى بيعملي اللي انت عاوزاه. ما تنسيش يا مرفت ان هم لسه يعني اطفال صغيرين وما لهمش اي ذنب. عموما ده بيتك وبيت اخواتهم برضو، يعني ما فيش مشكله. كتر خيرك،
يعني اعتبريهم ضيوف، وانا واثق ان انت هتكرميهم وهتعمليهم كويس. حاضر يا وفي، هكرمهم واعملهم كويس. بابا لو سمحت انا عايز اتكلم معاك كلمتين. ليه عايزني في ايه؟ انت ما قلتش لبابا ان احنا قالت لي ايه وما قالتليش ايه؟ ما احنا اتكلمنا وخلاص. ايه الاعمال السبرانيه اللي انت بتعملها دي؟ يا بابا لو سمحت انا عايز احط النقط فوق الحروف. حضرتك متهمني ان كلامي مش صحيح. ما حدش اتهمك بحاجه. خلاص مروه هتبقى مراتي. والكلام انت قلته وخلصنا. سيبه. لو عايز تقول اي حاجه هتقولها هنا ودلوقتي وقدام باباك. هو في ايه؟ انا كلامي مش مسموح ليكم انتوا الاثنين ولا ايه؟ احنا خلصنا الكلام وانتهى الموضوع. اتفضل انت يا مروه اركب عربيتك وروح. وانت يا استاذ اتفضل انت شوف وراك ايه. مين اللي قالك كده؟ هي؟ إذا كانت هي يبقى بتهتش عليك طبعا. بتهتش إيه؟ أنا شفت بعيني محدش قال لي. والظاهر إن زياد بيه ابنه مش موافق، أو في بينهم هما الاتنين خلاف بخصوصها. إيه الكلام الغريب اللي أنا بسمعه ده؟ وصلت له إزاي؟ وإزاي ده حصل؟ وإحنا كنا فين؟ ده إحنا معاها في المكتب على طول. آه، يبقى لما كانت بتطلع فوق كل شوية كانت بتبقى عنده. آه لو كنت شفت اللي أنا شفته كنت قلت البت دي مصيبة، مش سهلة أبدا. دي واقفه بينهم هما الاثنين وهي واثقه من نفسها جدا وخارجه كده من الشركه مع كرم. دي عادي. وانا اللي كنت عايز اتجوزها دي طلعت حكايه جامده قوي. عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اتحط في موقف زي اللي اتحطيت فيه النهارده ده. موقف صعب بجد. يا مروه حبيبتي انت طيبه وبنت ناس ومتربيه كويس، بس اللي مبوظ الدنيا عندك انك بتبصي للامور بنظره ماديه. صدقيني انا كتير قوي بقعد افكر مع نفسي، بقعد اقول ايه اللي انا بعمله ده، وبطلع اخطاء كتيره جدا في سلوكي واسلوبي مع الناس، بس ارجع واقول انا مش بعمل حاجه غلط ولا حرام. ما تمشيش ورا احساسك عشان هو ده اللي هيدخل الامور في بعضها. بصي لحكايتي وتعلمي منها. يعني انا مثلا اتعاملت مع البني ادم اللي مكتوب كتابي عليه على انه جوزي، وديته كل حقوق شرعيه، وده شرعا ما هواش غلط، لكن بالنسبة للمجتمع والتقاليد غلط، وغلط كبير قوي. دفعت تمن عمري كله مقضيه لوحدي، مش قادرة واجه حد باللي أنا عملته. بس أنا مش هعمل كده، أنا هتجوز قدام الناس كلها على سنة الله ورسول. أيوة حبيبتي، بس إزاي هتقعدي في بيت واحد مع جوزك والراجل اللي كان هيبقى جوزك؟ بصراحة أنا النهاردة لما اتحطت في الموقف ده كنت هيغمى عليا، بس أعمل إيه؟ ما انا لازم برضه اتجوز حد يريحني ويعيشني في المستوى اللي انا كنت عايشه فيه. هبقى عايزه ايه تاني؟ بس هرجع واقول لك بصيلي يا مروه، شوفي انا عايشه ازاي. يعني انا مثلا ماديا مانيش محتاجه حاجه، عايشه في مستوى كويس قوي، لكن مانيش لاقيه سعاده. وانتي بقى لما يبقى نفسك في حاجه وما تعرفيش تجيبيها لان معكيش فلوس هتبقي سعيده؟ يا حبيبتي السعاده ما بتبقاش بالحاجات اللي بتجيبيها بالفلوس، السعاده دي بتبقى نابعه من جوه الانسان. يعني عايزه تفهميني ان الفلوس مش كل حاجه؟ انا ما قلتش ان الفلوس مش مهمه، لكن ما هياش كل حاجه. يعني الانسان ممكن يعيش بحد ادنى من الفلوس. انا ما بقولش جوع يعني وحرمان، لكن بقول يبقى مستور ومرتاح. يا حبيبتي امسكي العصايه من النص. اذا كان موقف زي دوت ما خدش 5 دقايق ووصلك للحاله النفسيه اللي انت فيها، امال هتعيشي معاهم هما الاثنين ازاي؟ ما هو ده اللي انا فكرت فيه وقتها. علشان كده لازم تراجعي نفسك مرة واثنين وثلاثة. ايه؟ يعني ايه بعد لنفسه حقي في ميراث بابا؟ باعه بموجب توكيل رسمي انت عاملهوله بنفسك يا دكتور. انا ما عملتلوش توكيل. بس التوكيل سليم يا دكتور. ازاي بس يا ناصر؟ ميرفت فعلا ما عملتلوش توكيل. خلاص نبقى نطعم بالتزوير في التوكيل. انا هتجنن. اخويا مروان يزور عشان ياخد حقي في الميراث. هو اكيد كان مخمن
انه هيجي وقت وهتلجأ للقضاء. انا عايزك تراجع نفسك يا دكتور، يمكن تكوني عملتي له توكيل في ظرف جنسيتي، خصوصا يعني والدك متوفي من سنين. يا متر انا واثقه في اللي بقوله لحضرتك، انا ما عملتش توكيل لاي حد، لا هو ولا ممدوح. انا اللي فاكراه كويس جدا ان يوم وفاه المرحوم بابا الله يرحمه جولي البيت وقالوا لي مراسك معانا ما تقلقيش، ولما جيت اعترضت قلت لهم لا انا عاوز اخد حقي في الميراث، وفيق طلب مني ان انا ما اطلبش حاجه زي كده. بالظبط كده، هو فعلا ده اللي حصل. وده منطق برضه يا وفيق، ازاي تمنعها ان هي تاخد حقها على اساس ان هو متشلها والعائد مضمون، سواء السيوله اللي في البنك او الاصول والعقارات، ما كانش حد يتصور ابدا ان هما ياكلوه. برضه كانت تستني على الاقل تاخد ورقه بملكيتها للحاجات دي. طب وبعدين يا متر هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامنا دلوقتي يا دكتور غير الطعن بالتزوير في التوكيل، لان لو نجح الطعن ده هتبقى كل العقود اللي عاملها باطله. طب وده هياخد وقت؟ اكيد طبعا، بس احنا هنحاول نستعجل المساله. طب اذا كان بقى حبيبها بحيث ان احنا ما يقدرناش نثبت عليه التزوير، هيكون ايه الوضع؟ اللي زي ده يا وفيق بيكون مأمن نفسه من الطعن بالتزوير في التوكيل، لكن دي الفرصه المتاحه قدامنا. عموما لو نجحنا هيبقى هايل، ولو ما نجحناش في تصرف تاني، ما تقلقيش يا دكتوره. لا 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 لا، ما احنا ما اتفقناش على كده. لا ولا يهمك. لا لا خلاص. المهم ال 30 مليون هيكونوا عندك الاسبوع اللي جاي. ايوه ايوه فعلا، ما تخافش ما تخافش، في معادك ان شاء الله. مع السلامه. عرفان انت طلبتني، عايز ايه؟ ايوه لا، ما انا بعت جميع الارقام السريه للخزن كلها، انا حطيتها على الكمبيوتر عندي. لا في البيت، الكمبيوتر عندي في البيت. طب لا لا خلاص ماشي، انا بديك رقم الخزنه بتاعتك. ماشي، مع السلامة. ايه ده؟ انت هنا من امتى؟ من شوية، أخدت شاور وغيرت هدومي عشان عندي ميعاد بعد نص ساعة. اوكي يا ستي. ايه ده؟ ايه اللي حصل لك؟ عقلت فجأة ولا ايه؟ لا بقيت تقولي رايحة فين؟ ولا جاية منين؟ ولا اتأخرتي ليه؟ الله، أمال فين موشحات النكد بتاعتك؟ أنا أعمل إيه بس يا حبيبتي؟ أنا حسيت إن كلامي ده بيضايقك فقلت أبطله. أوكي يا حبيبي، إديني بقى فلوس عشان اتأخرت قوي. فلوس إيه؟ ده لسه واخدة 5000 جنيه الصبح. 5000 جنيه؟ ومش مكسوف انت بتقولها؟ انت عارف يعني ايه 5000 جنيه؟ يجيبوا ايه ال 5000 جنيه؟ ولا حاجة. الدولار غلي والدنيا كلها غليت معاه. عارف دلوقتي ال 5000 جنيه دول يساووا ايه؟ 500 جنيه. انت ممكن تعيش يومك كله ب 500 جنيه بس. ماشي يا ستي. اتفضلي. ادي 200 جنيه. كم؟ ايه يا حبيبتي بهزر معاكي، بلاش اهزر معاكي. 2000 جنيه بس بلغتك. هات كمان ثلاثة. ليه؟ يعني ايه ليه؟ مش قلت لك انا معزومة على بارتي كبيرة عند جيرمين صاحبتي؟ انت ترضى ان انا ادخل الجنينة بتاعة جيرمين والبورتفيه بتاعي فيه 2000 جنيه بس؟ لا طبعا، ودي فيه معقولة؟ ما يصحش. قوي لازم طبعا تروح الجيرمين، وعلى الاقل يبقى معاكي في البورتفيل بتاعك مش اقل من 5000 جنيه يا حبيبتي. اتفضلي. ميرسي يا حبيبي ميرسي. ما قلتليش بقى عملتلي ايه بقى في الموضوع بتاعي؟ موضوع ايه بقى؟ الله، مش انا من يومين كلمتك وقلتلك لازم تامن نفسك من ميرفت وابنها بانك تكتبلي كل حاجه باسمي؟
ميرفت بعد جلسة المحكمة اتأكدت خلاص ان انت خدت ورثها. اكيد طبعا مش هتسكت، هتعمل كل اللي في وسعها عشان تاخد حاجتها وفلوسها. انت بقى تأمن نفسك بانك تكتب لي كل حاجة باسمي. في الحالة دي بقى هي مش هتعرف تعمل معاك اي حاجة. تصوري فعلا ربنا يسهل. ما هو هيسهل، انت تقعد مع المحامي وتعمل اجراءاتك قبل ما هي تاخد اي خطوة تانية. اوي اوي يا حبيبتي ان شاء الله. وما تنساش بقى يا حبيبي ان احنا ما عندناش ولد، ولو حصل لك حاجة ميرفت وممدوح هيدخلوا في الميراث وهيشاركوا ما يتف كل مليم. انا بالنسبة لي مش فارقة معايا اي حاجة، انا هاخد حقي كزوجة. طبعا هتاخد حقك كزوجة، والمثل بيقولك يا وارث مين يورثك. لا يا حبيبي بعد الشر عليك طبعا. ليه يا لهيب بعد الشر؟ لا مش لازم يا حبيبي، انا قصدي انبهك وافكرك انك لازم تتحرك بسرعه وتخلص الموضوع. حاضر باذن الله. اوكي يا حبيبي انا همشي بقى عشان انا كده اتاخرت قوي. باي. هابي نايت. هابي نايت. هابي نايت. باي. هاي يا باي. ايه حضرتك نازله ولا ايه؟ يا روحي. طيب يا مامي انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك شويه. لما ارجع يا ماهي. يا مامي يا مامي حضرتك بترجعي الصبح. يو يا ماهي قلت لك خلاص بكره نتكلم. خلاص ماشي يا مامي هفهم. اوكي باي. باي. يعني هي خرجت دلوقتي؟ طب وفيها ايه يا ماهي؟ يا حبيبتي هو جديد عليها؟ طب انت كنت هتتكلمي معاها في ايه؟ بخصوصنا احنا؟ يا شيخ؟ طيب كنت هتقولي لها ايه؟ اسمعني، هو خالي عندك لوحده دلوقتي مش خارج؟ ها طب اسمعي بقى، لان انا جات لي فكره بمليون جنيه. سلام دلوقتي يا ماهي. مين قالك تبيع يا عرفان؟ انا ما قررتش البيع دلوقتي. عايز ايه انت كمان؟ احمد وفيق ابو الفضل طالب مقابله حضرتك. احمد وفيق ابو الفضل؟ عايز ايه ده؟ طالب مقابله حضرتك ضروري. طالب مقابلتي؟ انت قلت له انا هنا؟ ايوه سعادتك. طب ايه؟ كلكم اقوياء. يلا قولوا قولوا تعالى اللي قدامي. قولوا له جاي. حاضر. وانت اللي اسمك عرفان اتصرف. معرفش ازاي. زي ما بوظت الدنيا تصلحها. مفهوم؟ يلا. مش عايزاك تقلق من اي حاجه، انا ظبطت كل حاجه مع بوفي وان شاء الله كله يبقى تمام. انا بس عايزاك تتكلم معاه كده بالراحه بليز. ها مروان بينزل حالا. اوكي انا هبقى في القريب. انت احمد؟ احمد وفيق ابو الفضل. خير؟ قالوا لي انك عايزني ضروري وبشكل مستعجل. تعالى.
ويا ترى مامتك وباباك هم اللي بعتوك؟ انا محدش بعتني يا مروان بيه، ومحدش اصلا يعرف ان انا جايلك. لا يا شيخ، محدش بعتك ولا حد يعرف انك جايلي. والله كويس قوي. امال ايه بقى سبب الزياره الكريمه دي؟ انا جايلك علشان اطلب منك ايد مايتاب بنت خالي. نعم يا حبيبي، انت بتقول ايه؟ بقول اللي حضرتك سمعته ده بالظبط، جايلك علشان اطلب منك ايد مايتاب بنت خالي. اتجننت يا ولد انت؟ انت جاي تكلمني بكل بجاحه بطولك كده وتطلب ايد بنتي؟ والله انا طلبت ومستني منك اسمع ردك على طلبي. يا سلام، وايه بقى الثقه الغريبه اللي انت فيها دي؟ انت عارف يا ولد انت مايتاب هاني دي ايه المستويات اللي بيتقدموا لها؟ انا مستني اسمع رد حضرتك على طلبي. وطلبك مرفوض. ممكن اعرف بقى ايه الاسباب؟ والله الاسباب واضحه زي الشمس، مش عايزه نقاش. اوعى تفتكر يا ده مفعوص انت انا مش عارف اللعبه اللي بتلعبوها انت وابوك وامك. ها؟ قلت لك ابويا وامي ما لهمش دعوه بالموضوع ده خالص. واذا كان بقى على اللعب ولا المؤامرات فمحدش يفهم فيها قدك يا خال العزيز. انت بتقول ايه يا ولد يا سافر انت؟ انا بقول اللي انت سمعته. واذا كنت انا ولا ماما ما رضيناش نحاكمك على اللي انت عملته معايا، ما ده بس علشان خاطر مهتاب. ايه اللي انا عملته معاك؟ تحب اوري لك اثر الضربه اللي في كتفي اللي صبيك عملها لي؟ انت بتتكلم في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ضربه ايه وكتف ايه؟ اسمع مروان بيه، التهديد اللي انت هديته لماما في الجامعه بخصوصي عليه شهود، ده غير بقى التسجيل الصوتي اللي سجلته لك الدكتوره لبنى لكلامك بالنص، وغير كمان الناس اللي شافوا الواد الصايع اللي انت بعته يضربني. تحب بقى اجيب كل ده ونطلع على النيابه ونحط الحاجات دي كلها جنب بعضها علشان الناس تعرف البيزنس مان البلطجي اللي كان عايز يقتل ابن اخته؟